السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو هذا باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وعيد مبارك سعيد اللي يدخلوا عليكم بالصحه والهنا، باش ما تمنينا هي سيدي يا ربي حنا جميع المسلمين. وقلت علاش لا نصور معكم هكا العيد، كيفاش تيدوز نهارنا ديال العيد، كيفاش دوزنا، وخاصه راح نصور لكم هكا غير لقطات هكا صغار. وكنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم على قلوبكم. كما كتشوفوا هذه هي اللبسه اللي لبست انا ولدي، هذه خلاص هي اللبسه اللي قلت لكم في اخر فيديو خديتها لي. هكا لبسه تونسيه تقريبا بحال نيت اللبسات المغربيه، هكا جلابيه بالحتاني ديالها بلي غطاقيه، وحتى انا لبست القميص وضنا بالحاله هكا واحد شويه. وعاد زدنا الكوزينه، قد جينا الفطور كما كتشوفوا، درنا غير مسمن وبطبوط بريفي تاع اتاي وحليوه صراحه صايبناها يومين قبل، كنت بغيت نشاركها معكم الصراحه ما دركناش الوقت، خلينا كلشي حتى الاخير لحظه عاد صايبنا كلشي. وخليكم مع الفيديو، كنتمنى يكون خفيف ظريف على قلبكم، وما تنساوش تجيو لكم موتي زوينين بحالكم. البنات كما كتشوفوا جينا الغدا، درت غير السفه مع طويجن باللحم والبرقوق، هكا ما تحرمش من الاجواء ديال المغرب. وبالنسبه للبنات الشعبيه بغيت بالكم ماشي بحال السفه ديال المغرب، حيت ماشي السفه غير الشعبيه ديال تونس هنايا، ولا الدويدة على حساب كل واحد كيفاش كيسميها. ما كاينه السفه، ما كاينه غلانزيباني، المهم ما نجلسوش بلا سفه نهار العيد. جربتها وصدقات جاتني بحال السفه صراحه، جات بنينه ما بيناتهمش الفرق بزاف. وزينتها على هذا الشكل، هذا تزيين تقليدي، وخليكم مع الفيديو. فادنا الخبيز صيبناه، وهذا هو الطويجن كما كتشوفوا، جا طويجن غزال معسل من داكشي ما شهيتكم فيه، هكا بالبرقوق شويه تاع المشمش زوقنا عليه وبصحه وراحه. وهنا جات وقيته ديال القهوه صراحه، كنا بغينا نخرجوا الساعه معكزنا ما بقى فينا اللي يخرج، درنا غير كغير قهوه، خرجنا للتيراس مع حليبات شربناها، جلسنا جمعنا عليها. وفي نفس الوقت حسيت ولدي يلعب هكا شويه، خرج الطاقه ديالو ديال النهار كامل، وهكا كان النهار ديالنا. وانتم كيدوزوا نهاركم، كيداز العيد، بغيت هكا نشارك معكم وقت طافات وصافي. وما تنساوش لي اول مره كيشوف القناه يدير لي ابوني وجيم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.